السلام عليكم، الحمد لله على السلامة. مبروك، ربنا يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتي ايه؟ بتول. بتول؟ هي بنوتة؟ ما شاء الله، ربنا يخلي. عمرها قد ايه؟ بكره مشيتها 3 أسابيع. 3 أسابيع؟ وأنت هنا بقالك قد إيه؟ شهر. أنت فين؟ في القاهرة، كنت أعالج الولد. تعالجي الولد؟ الولد عيني بيجعني. أخدته أعالج. في مسافة مجانا إحنا صارت الأحداث وفكر ماما. أنا إلي 3 شهور. إلك 3 شهور في القاهرة؟ في القاهرة هنا عندي. لأنه كانوا من فترة كده فتحوا معبر العوجة. أنا كنت على شهر وكنت من الزحمة، وبعدين أظن لما يخف الزحمة وشي. لما اجينا هنا لهم بقول ما بعرف اقول شهر وانا قاعده هنا. انا طبعا اجيت في الشهر السابع، كنت حامل لسه في السابع لما اجيت اعالج ابني على اساس اعالجه وارجع ونشوف. سبحان الله كيف النصيب. ولدين؟ ولد طالع ثانية اعدادي وولد ثانية. ثانية اعدادي ثانية ابتدائي؟ مين قاعد معاهم هناك؟ يعني انتي مع بتول لوحدكو؟ لا انا وزوجي وولاد اثنين. والله يعني كلكم مع بعض هنا؟ لا في اولاد في غزة برضه. احنا ما شاء الله كام واحد؟ الى 5 في غزة. والله ما شاء الله، الله اكبر. احنا بنحب الخير، نعوض اللي بنروحه. ربنا يخلف عليك. هنعيد من الاول معلش. عندك كبير في الجامعه اللي هناك 5، كبير في الجامعه. وفي بنوته بتقولي قد ايه؟ في بنت اكبر منا برضه في الجامعه، فبنت طالعه الجامعه. انا كنت اهلي لبيانه ورا بعض. في اخر المده صرت اعمل استراحه بين الولد الاخراني واخوه 6 سنين، وبين الولد الاخير وبنت 6 سنين. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. بارك لك فيه. معاكي هنا ولدين؟ معايا ولدين اللي المدرسة، والمدرسة اللي هم السبت السبت والأطفال احنا قاعدين فيه. ما بخش المدرسة. ما أقدر أشتغل. امبارح البنت اتصلت من أخونا يعني. أنت كنت في القاهرة بتعالجي مين فيه؟ كان كبير الولد اللي معانا. يعني عنده إيه؟ عينه خبطوه من لعبه بيلعب كورة. وعنده ثقب في العين. وجينا نعالجه والحمد لله على ما مش من حال. كنت حامل على اساس 10 ايام 20 يوم ارجع دغري على بلادنا. صارت الاحداث وخدتهم معي حجزنا هنا. سبحان الله اللي نصيب من جدنا كمان. احنا لينا نصيب نتبارك ببتول. نام ان شاء الله تروح على خير.